السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي خواتاتي، عسلامتكم. اليوم في فيديو جديد معنا، عاودنا تلاقينا ان شاء الله ورايحين نشوفو مع بعض. هاولي كما نبين لكم الكرانتيطا، ولا في الغرب الجزائري كما يسموها الكارانتيكا. وللناس اللي ما يعرفوش وشنا هذه، هي مصنوعة اساسا من دقيق الحمص او طحين الحمص، اللي اذا حبيتوا تشوفوا طريقة تاع التحضير ديالها ابقوا معنا الى اخر الفيديو وتشوفوا كامل المراحل. وهي يعني اكله بسيطه جدا وتجي بزاف بنينه وشهيه للناس اللي ما يعرفوهاش. اذا حبيتوا تشوفوا قلنا طريقه تاع التحضير، ابقوا معنا الى اخر الفيديو. وبالمناسبه نرحب بالناس اللي اول مره يدخلوا معنا في الفيديوهات نتاعنا، نقول لهم ان شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم ونعجبكم. الا ما زال ما عملتوناش اشتراك، عفوا، نتمنى انكم تعملوا لنا اشتراك، وما تنساوش سورتو فعلوا الجرس حبيباتي باش يلحقكم كامل الجديد تاع القناه، يعني كل ما نحطو فيديو جديد يوصل لكم الاشعار به. هذا ما كان، اقعدوا معنا البنات دوك نبداو مباشره، نجوزو الى المكونات تاع الوصفه تاعنا تاع اليوم. هامليك حبوباتي، المكونات حاجة بسيطة جدا. هي قلنا في الأساس الأكلة هدية لازم يكون عندكم الدقيق أو طحين، هامليك مكتوب حمص مرحي، فارين دو بوا شيش، يعني هي فارينة الحمص المرحي. احنا في الجزائر متوفرة هذه على كل حال، وين تروحي تلقايها تنباع. وانا نستعمل هذا الماركة بالذات، هذه فيها ارطل، يعني نصف كيلو من دقيق الحمص. نستعمل معاه نصف كأس من الزيت، كمية صغيرة من الملح طبعا، زوج بيضات، شويه كمون، هذا الكرونتيطا هذه تحب الكمون. وعندي هنايا نص، اسمحوا لي، ريتلا ونصف تاع الماء، يعني القرعه هذه فيها ترفد زوج ريتلات 2 لتر، وانا استعملت خديت عمرتها ريتل ونص، لتر ونصف. فوالا، دونك نبداو نخلطوا المكونات. هاكو تشوفوا معايا هنا في الرق، قلنا الكميه هذيك كامله تاع الباكي كامل تاع دقيق، هذا فارينه تاع الحمص، قلنا نصف كيلو 400 غرام 400 غرام. عملنا كمية من الملح على حسب الذوق البنات، كمية من الكمون، بيضتين، وعندنا استعملت انا بالقارورة ديريكت، يعني بالقرعة ديريكت، كمية يعني تقريبا واحد نصف كأس نتاع الزيت، الزيت العادية تاع الطبخ. سيد نحلهم مع بعض شوية، ومن بعد نفرغ لهم هذيك ريتلا ونص، لتر ونص نتاع الماء، يعني نحل كل شيء في هذيك اللتر ونص نتاع الماء. نخلطوها مليح، نروح معاها بالعقل باش نحيو كامل هذوك الكراكب، نهيغويمو كامل هذوك، نحيوهم من الاحسن بالفوي، يعني بيساعد احسن. هاي ليك نحلت كامل في داخل هذاك الماء، نخليوها هنا، نخليها البنات ترتاح واحد لخمس دقائق الى 10 دقائق باش يتجانسوا مليح هذوك المكونات. في حين هنايا سمحوا لي برك، البوطاجي ديالي اسود، ومع هذيك السنيوه ديالي سوداء، دهنتها الصينيه ديالي، دهنتها بواحد الكميه تاع الزيت، وعمرت فيها هذيك الخليط ديالنا اللي كنا وجدناه مع بعض، وسيت هكذا شويه بالفوي باسكو هذاك الاخر يحبط كامل لتحت، يعني هذاك الخليط يحبط لتحت. المهم البنات تشعلوها تشعلوا عليها من تحت، وتزيدوا تشعلوا عليها من الفوق، ما تطولش بزاف. انا خدات لي واحد 12 دقيقه فقط، شعلت عليها من تحت، كي شتها شدت روحها شويه شعلت عليها من الفوق. لكن دوك تشوفوا كيفاش خرجت، هاي ليك هنا قدامكم واجده، دوك تشوفوا كيفاش خرجت. وعلى كل حال ديروا مليح في حسابكم حبوباتي، انه كي تطيبوها هي كي تزيد تقعد برا الفرن تزيد تنشف شويه، يعني من الاحسن تخلوها جاريه شويه باش كي تخرجوها وتنشف شويه، يعني تطيح لكم سوا سوا، باش تطيح لكم سوا سوا. انا على كل حال هاي ليك لا كونسيستانس تاعها كيفاش خرجت، حنا نحبوها هكذا، دونك تشوفوها في التبسيط تبان لكم. هاي ليك مازالها سخونه على كل حال باينه. وللناس كاين بزاف الناس اللي يحبوها جاريه اكثر من هكذا، فتخليها المده تخليها جاريه اكثر من هكذا، تسمى ما تخليهاش تطول المده هذه كامله. هاي ليك، كاين اللي ما يحبوش جاتك الطبقه يابسه من تحت، يعني يحبوها جاريه كامل. فانت عينك ميزانك، كي تدخلي طيبيها حبيبتي، قلنا طيبيها شويه من تحت، من بعد زيدي تحمريها من الفوق باش تعطي داك الوتش محمر من الفوق.
واكيد اكيد لازم لها الكمون. غرانتيطا بلا كمون ماشي غرانتيطا. عليك كان يحب يدير لها الهريسه ولا الحار. فهذه هي حبيبتي، راهي وجدت معنا الكرانتيطا تاعنا، الطبق تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. حنا وانتو اللي كاكليناها بالصحه والراحه، واللي الى شاهدكم سمحوا لي شاهدكم في الجنه. يمكن لكم تجربوها، البنات اللي جامي داروها يمكن لكم تجربوها، نقول لكم ما تخافوهاش. والله غير صراحه يعني اكله خفيفه وبسيطه ومليحه، سورتو في هذه الايام بدا الحر شويه، فتسلك بلا ما تروحي تطيبي وتعملي شربات ولا جوازات. ولا صراحه تحبي ديريها ساندويتشات ولا تاكلوها هكذاك، تجي رائعه. المهم حبوباتي، هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، واذا عجبكم ما تنساوناش اللايك ان شاء الله. نحبكم بزاف، واذا عندكم كاش سؤال ولا كاش اقتراح خليهونا كما دائما في التعليقات. حتى اصحاب الديسلايك نسلم عليهم، راهم الله يبارك متواجدين في كل فيديو، نقول لهم مرحبا بهم هما تاني. المهم حبوباتي، هاوليك قلنا لحقنا الى اخر الفيديو. نحبكم بزاف، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.